دونك هذه تركي في 15 جانفي 2011 الشباب في تركي يتولى بنفسه حماية ممتلكاته وحماية وطنه. نمررها إلى كل التونسيين في الجمهورية ونتمنى أن الكل ينسج على منوال شباب تركي. على ما اعتقد هم الوطن كلنا قلب واحد كلنا معناتها روح واحده باش نعمل الوطن بتاعنا اولا نحكم عائلتنا ونحكم بطلنا هم اللي هم قدام احنا كبار معناتها رجال كبار نجوش دفع الوطن نحن الشباب اللي احنا الخير لازم نعصر الاخلاق اول حاجه ونعصر معناتها الفامي بتاعنا والناس بتاعنا تحيا تونس وتونس ما تقبل حتى حد وتونس حولها اللي يكون عمر ما يقعد فيها وان شاء الله معناتها ما دام فما الشعب هو الرئيس هو معناتها الشعب هو اللي تونس فما حتى سيادة تنجم تنجم تونس غير الشعب. تونس راهي هي الدراب والهلال بتاعنا تونس راهي على كتاف. تونس ما تخافش ما عندها رجال كيف هكا. كما تلاحظوا اليقظة من كل شباب تونس يعني حي الكل يعني يحرص على حراسة أعراضنا وأهالينا وأملاكنا. هذه ماهيش عصابات هذه راهي هذا شباب تركي شباب تركي يحمي في القريه نتاعه من اللصوص والخونه. في كل مختلف الطرقات في كل مكان الشباب التركي الشباب في تركيا اذا هنا يحرس ممتلكاته ويحمي الوطن نتاعه وهذا بطبيعة القائد الحراسه في تركيا عبد الستار الخليفه العبودي شهر بالشاء. يا جيش هتقول هذا يا كمال خبار تحية تونس شبابا وشيبا اذا الكل يحرص يعني تركي هذه الليله وربي يستر وان شاء الله الامن يستتب في اقرب وقت والكل يعود الى نشاطه والى عمله. امين. تحيا تونس.